اهلا بكم مشاهدينا من جديد في مسار السوق ليوم الاثنين، وبالعوده الى ضيفي في الاستديو السيد عادل مرعب. عادل، يعني كنا ناقشنا ربما بعض المحاور، ولكن يعني فقط ما خطر على بالي بانه عاده ما كنا نشهد التوب بزنس سايكل، عندما نشهد ربما التفاؤل الكبير من الشركات وبدا الادراج لهذه الشركات في السوق، عاده يعني التاريخ يقول اننا نبدا في نشهد انزلاق في الاسواق الماليه. كيف تقيم الوضع حاليا؟ يمكن في نقطة وجهة نظر حسين هون، بس بتصور هاي لما تكون فترة الاكتتابات امتدت بشكل كبير جدا، وشفنا يمكن شركات صغيرة تتطلع إلى الإدراج بالسوق لاستغلال يمكن ارتفاعات قوية بأسعار الأسهم. ولكن أنا بتصور نحن المرحلة اللي فيها هي تختلف بشكل كبير. بالنهاية اليوم سوق الاكتتابات بدأ يمكن هيدا السنة، صرنا نحن 5 سنين أو 6 سنين يمكن ما شفنا اكتتاب جديد. فبتصور يعني هاي السنة أول سنة بنشوف فيها اكتتابات بالأسواق المحلية. يمكن شفنا بالأسواق الخارجية يعني شركات محلية بأسواق خارجية، ولكن بتصور كسوق دبي أو سوق أبوظبي يعني هاي أول سنة عم نشهد بعض الحركة. فبالتالي من المبكر اليوم أن نحن نقول وصلنا إلى نهاية البزنس سايكل. ويمكن الأمر الثاني أنه صحيح ارتفعنا بشكل كبير بأسواق الأسهم، ولكن شفنا كمان حركة تصحيح وانخفاض. فبالتالي اليوم نحن مش على مستويات تعتبر مستويات شوي اكسسيف. بتصور في مجال بعد لهيدي البول ماركت اللي بدت يمكن بال 2012 او يمكن اوائل 2013 انه تمتد الى اكثر. كم ممكن تعطيها نسبه مئويه؟ يعني اذا مثلا سالنا في وول ستريت يقولون يتبقى لدينا 6%، يجب ان نصحح، يعني مرتاح عليها شوي. باسواقنا الان ما هي النسبه التي تقنعنا للحديث فنيا على الاقل انه احنا انتهينا فعلا وسنبدا من جديد نستمر؟ يعني بعكس ما ذكر حسين، خوفنا يعني من دورة الأعمال التي نحن وصلنا إلى قمتها الآن. يا لطيف، يمكن رأينا من الصعب هون نحن نقول من ناحية أو نوقت يمكن توقيت. يمكن نحن اليوم يتم تداول بشكل أفقي على مدى أشهر، ومن بعدها هي يمكن شكل مرحلة جديدة أو مرحلة استيعاب، ومن بعدها نشوف. مش مرهونة بوقت يعني تماما. ولكن من ناحية الأسعار أنا بتصور على الأرجح نرجع نشوف مستويات العليا اللي شفناها بال 2008، عم نحكي 6000، وبتصور يمكن نتخطى هذه الأرقام. فبالتالي حتى ولو استمرت الضغوط على أسعار النفط، يعني هون بالتأكيد يمكن هاي بتشكل وايلد كارد أسعار النفط، ونحن يمكن ذكرناها بفترات اخيره انه يمكن يكون لها تاثير اكبر بكبير، لانه اتس جيم تشينجر. يعني ما كان في توقع يمكن لهالتراجع القوي. اكيد بدون شك لو شفنا تراجع اكبر بكثير من التراجع اللي شفناه، اكيد هي ممكن يكون عنده تاثير سلبي. بتصور هون الوضع بيصير انه ممكن نشوف حركه تصحيح اكبر، ولكن من بعدها كمان على الارجح نشوف تعافي وعوده عمليه الشراء. بتصور اليوم يعني لو كان النفط عند ال 75-80، لو شفنا شوية ستابيليزيشن عند هذه الأسعار ممكن ساعتها هون تكون أوكي. بس لو شفنا النفط يمكن ينزل تحت 70، عم نحكي عن برنت هون اليوم نحن عن 78.5، بتصور هذه ممكن تشكل طبعا يعني مشكلة أكبر، بما أنه نحن اقتصادات إن كان المحلي الاقتصاد المحلي ولا اقتصادات بالمنطقة تعتمد بشكل كبير على أسعار النفط. نعم، تم اتهام التدخلات الأجنبية أو دعنا نقول تصرفات الأجانب في السوق في الفترة الماضية أن هي اللي أخذتنا استغلقتنا في هذه التراجعات. أين هي تصرفات المحليين للدفاع عن الأسهم، خاصة في ظل ما تواجه وربما أيضا ستواجه في الفترة القادمة؟ أذكر من جديد على الرغم أنه كان في اشتراط أنه يفتح نسبة تملك الأجانب بشكل أوسع، لا ننسى أنه الاكتتابات الجديدة هي معنية بالأفراد أكثر من المؤسسات، يعني حيكون لهم مشاركة أكثر في السوق. يمكن خليني بس جاوب على سؤال من يمكن السؤال الاخير اللي هو الاكتتابات. بصور عم تكون نوعا ما يعني مختلطه بين افراد ومؤسسات. نعم. اما من ناحيه يمكن وين السيوله المحليه، انا بتصور بدون شك من 2007 لليوم الاتجاه بالاسواق، رغم انه السيوله معظمها من المضاربين، اتجاه الاسواق يتم تحديده من قبل المستثمرين الاجانب، حتى هيدي من قبل يمكن ايام الازمه الماليه. فبالتالي مع انه هن بشكل يمكن بس 20% من السيوله، ولكن بنسميها نحن النت بوزيشن تبعهم. يعني اليوم لما يدخلوا يشتروا السوق بيكون في عندهم كونفكشن اكبر، فبالتالي بتصور من هون الاتجاه. لذلك نحن نقول انه بدون شك لو صار في خضه بالاسواق العالميه هذا سوف يؤدي الى تخارج المستثمرين الاجانب، وبالتالي كمان يمكن تخوف المضاربين، وهون ممكن نشوف عمليه بيع شبيهه بما شفناه بشهر اكتوبر. ولكن نحن نتوقع انه الاسواق العالميه ككل رغم بعض الخضات نشوف انه خلال السنتين الجايين على الارجح تكون سنوات اسهم.
طيب لماذا اتجه الى قطر عادل وما كنا قد شهدناه ايضا ربما من مصالحه لمجلس التعاون الخليجي؟ طبعا ساناقش هذا معك الموضوع عادل، ولكن فقط دعونا نذكر ايضا مشاهدينا بخبر جي اف اتش، حيث تبلغ الاصول العقاريه التي تديرها مجموعه جي اف اتش نحو $1.5 مليار، تتوزع على عده قارات في العالم بحسب الرئيس التنفيذي للمجموعه السيد هشام الرئيس. مع استراتيجية البنك الجديدة وتحوله من بنك استثماري إلى مجموعة مالية، هالمجموعة المالية إن شاء الله بتوفر خدمات مصرفية تجارية، توفر إدارة للأصول، توفر إدارة ثروات الوث مانجمنت، بالإضافة إلى تأسيس شركة عقارية تدير وتحمل العقارات اللي يتملكها بيت التمويل الخليجي. وهل هنالك نية لإدراج مجموعة أعمال أو الأعمال العقارية لبيت التمويل الخليجي في أسواق المنطقة؟ طبعا هاي سؤال جيد، شكرا. في إذا مشت أعمال الشركة بشكل نفس اللي احنا في بالنا ومخطط، شركة الجي فتش ريل استيت بتكون شركة عندها مجموعة عقارات عالية قيمة أصول عالية، إذا البروفيتابيليتي مالتها وصلت إلى طموحاتنا بيكون جدا مهيئة ليتم إدراجها في أي سوق من أسواق الخليج. طبعا سوق دبي يعتبر اليوم من أفضل الأسواق بيرفورمانس، يعني ما ننظر حق المرحلة الأخيرة لأن ساعات يصير عندك أنت شوي كوركشن وتعديل في السوق، بس بلا شك في مؤسسات وسوق مفتوح والكل يبي يكون عنده نصيب من هالسوق. إذا كنت قد فتحت موضوع المصالحة الخليجية طبعا، وفي قمة استثنائية في الرياض تم دعوة حكام الخليج الذين نشأت بينهم خلافات سابقا وعلى إثرها كان هنالك سحب للسفراء. عودة السفراء من جديد إلى مواقع عملهم خاصة في قطر، ماذا يعني ذلك لطبيعة وشهية الاستثمار من جديد في قطر؟ نعم، وبالفعل ربما بعد عودة السفراء، ولكن ما لاحظناه رغم أنها لم تتأثر المؤشر القطري بشكل واضح، ربما شهدنا عودة لارتفاع السيولة بعض الشيء، ولكن المؤشر ارتفع فقط في حوالي 10 نقطة المئوية. وبالعودة إلى السيد عادل، عادل لماذا لم ترتفع أو يرتفع المؤشر القطري مع هذه الأنباء والتي كانت سارة ربما للدول الخليجية، ولكن هل هي يعني priced in؟ أنا بتصور يمكن بالفترة الأخيرة كان في نوعا ما، أول شيء كان التخوف لما تم سحب السفراء، يمكن كان في تخوف أنه يمكن تتفاقم الأزمة، ولما صار واضح عند المستثمرين أنه يمكن مرحلة بسيطة وبتعدي، يمكن بتصور هاي أدت إلى يمكن عودة الطمأنينة عند المستثمرين، هي بالأمر الأول. الأمر الثاني، أنا بتصور لما كان في سحب للسفراء كان تأثير أكثر على يمكن السوق الإماراتي والسوق السعودي أكثر ما هو على السوق القطري، فبالتالي وبتصور بشكل عام السوق القطري كان من الأقوى مؤخرا في ظل تراجع السوق السعودي حتى تراجع السوق الإماراتي. فبالتالي ما ننسى أنه هي اليوم بيوم عم نشوف تراجع قوي بالسعودية وتراجع قوي بالإمارات، بتصور ثبات مؤشر القطري لوحده هذا يعني بيعبر عن قوة لو ما كان في ارتفاع قوي جدا، هي بالأمر الأول. أما بالأمر الثاني بتصور بدون شك من ناحية جيوسياسية كانت منطقة الخليج تعتبر يعني من المناطق المهمة جدا، واللي هي تعتبر أنه ما في أي مشاكل جيوسياسية، فبالتالي عودة السفراء أنا بتصور هذا أمر مهم جدا. نعود إلى نشاط سوق الأسهم، وإذا ما سألنا الحقيقة الخبراء خاصة المتخصصين في الاستثمار في الأسواق العالمية ويرجحون أنه الأكثر رخصا وربما هي يعني تفتح الشهية للشراء عليها الأسهم الأوروبية وجانب من الأسهم وأيضا أسهم المنطقة، هل تجد فعلا أنه ما تزال لدينا الفرصة سانحة للأسهم الخليجية للعودة والشراء عليها لمن فاتت، والفرصة عند بداية هذا العام عندما بدأت تشهد الارتفاعات السابقة؟ بتصور بدون شك كمان هون يمكن خليني حتى بسياق يمكن ماكرو أكبر، من ناحية أنه نحن يعني بالنهاية أسواق الخليج هي جزء لا يتجزأ من أسواق الأسهم العالمية، أما عم نحكي عن أسواق الأسهم، فبالتالي اليوم من المهم أنه نشوف شو نظرتنا للأسهم العالمية. وبتصور يمكن رغم الضعف إن كان بأوروبا، لو نحن اليوم على ثقة أنه البنوك المركزية الاستراتيجية اللي تمت بالفترة الأخيرة
سوف تؤدي إلى إعادة النمو وبالتالي يعني عودة الاقتصاد بالسنتين أو ثلاث سنين الجايين. بتصور هاي المرحلة اللي نحن فيها يمكن المفروض هي تكون مشجعة جدا لأسواق الأسهم لو كان في خضات وتراجعات. فمن هالمنطلق بتصور نرى المزيد يعني هناك المزيد من التفاؤل، ولكن كما ذكر حسين يمكن الوايلد كارد حتكون النفط. بتصور لو صار في تراجع أكبر بكثير من التراجع اللي شاهدناه هذه ممكن تؤدي إلى يعني تخوف بشكل كبير من ناحية الاقتصادات الخليجية. نعم، بالسيد عادل مرعب مدير أسواق مال في شعاع، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. كانت هذه إذن جلسة الاثنين، وقيل أنها جلسة التنين الصيني، لكن لا مانع أيضا أنه عندنا كان أيضا الأداء في الأسواق الخليجية نافذ اليوم وواضح لدينا. نعم، وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية مسار السوق اليوم الاثنين. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.